مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة بعنوان القوانين المتعلقة باستغلال المقالع. كيعرف قطاع استغلال المقالع بصفة عامة عدة تجاوزات وخروقات في استغلال الموارد الطبيعية، الشيء اللي كيخلي هاد المقالع إما أثناء استغلالها أو بعد إغلاقها غالبا ما كتكون مصدر كيهدد التوازنات البيئية. في المغرب العديد من المقالع المتنوعة واللي كتهم مواقع لاستغلال الرمال والأحجار والرخام والصلصال وغيرها، وكلها في الغالب كتوظف بناء البنيات التحتية في الأوراش الكبرى للتهيئة المجالية وفي بناء المدن الجديدة والمركبات السياحية والرياضية وغيرها. لكن إلى أي حد كيتم احترام الحفاظ على التوازنات البيئية استغلال هذه المقالع؟ شنو هي الإجراءات القانونية اللي وضعها المشرع المغربي لحماية المقالع؟ إحدى قطاع المقالع بأهمية بالغة في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، وكيزود قطاع البناء والأشغال العمومية بالمواد الأساسية ناهيك عما يوفرهم من مناصب شغل قارة ومؤقتة، ومن أجل عقلنة استغلال الثروات الوطنية والمحافظة على البيئة سهرات وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك على إخراج قانون جديد استغلال المقالع رقم 327 بتاريخ 2 يوليو 2015. إلى أي حد تم تفعيل القوانين المتعلقة باستغلال المقالع؟ كهدف هذا القانون الجديد إلى تبسيط المساطر وتشجيع الاستثمار وتشديد المراقبة لفرض احترام الشروط الملتزم بها تقنياً بيئياً ومالياً، ومن أهم مقتضياته في مجال حماية البيئة إعداد مخططات جهوية لتدبير المقالع على الصعيد الوطني، إخضاع جميع أنواع المقالع لدراسة تأثير على البيئة، إلزام مستغلي المقالع على تقديم كفالة مالية لضمان إعادة تهيئة مواقع المقالع، إحداث لجنة وطنية لتتبع استغلال المقالع ولجن عمالاتية أو إقليمية، وكذا أعوان شرطة المقالع للقيام بعمليات المراقبة. ما نساوش البيئة منبع الحياة وأمل المستقبل، نحافظوا عليها جميعاً.